كل مورنينغ من حد الخميس من 7 ل 10 مع يوسف يحيى وريم. مورنينغ جينا فهم ساعة راهي 9:15 دقيقة مازلنا معكم حتى العشرة تاع الصباح وضيف ما راه ملحق وراه هنايا معنا في الاستوديو جوستومون باش نحكيو على موعد اللي راح يكون هاد اليامات هنا في الجي في الجزائر العاصمة موعد لأول مرة في الجزائر راح يكون عليه ضيفنا بالتفاصيل على الموعد اللي هو ايرث اور لأول مرة راح يكون حاضر هنا في الجزائر معنا ضيوفنا من جمعية سيدرا مسيو زلاق محمد لمين مسؤول الإعلام والاتصال في جمعية سيدرا صباح الخير صباح النور على سلامتك الله يسلمك معنا أيضا مدموزيل حنان كعوان اللي هي شارجيتكم تاع جمعيه سيدرا ايضا مرحبا بك صباحك بالخير صباح الخير بونجور على سلامتك بارك صحه ميرسي اذا الموعد ريم كما كنا تكلمنا وكما كنا قلنا ايضا راح يكون مع ايرث اور اللي هو سانيفان هو اللي تعودنا عليه في مختلف انحاء العالم وفي مختلف العواصم ثاني تبالك من العالم اللي يكون في يوم السبت من كل نهايه شهر مارس السبت الاخير من شهر مارس وين احنا المستمعين ديالنا ولا احنا اون جينيرال نعرفوا بلي هو نطفيو الضوء في مختلف المناطق من أنحاء العالم ولكن هنا في الجزائر ما كانش كاين راح يكون كاين لاول مره من تنظيم جمعيه سيدرا اعطينا شويه اكثر تفاصيل ماشي زلك محمد لامين باش بالك لام يسمعوا يفهموا وشنو هو ايرث اور ايرث اور هو يعني ستاني بالمؤتمر تفضل ميرسي بوكو قلنا بلي ايرث اور سي ان ايفينمون انترناسيونال هو يعني نشاط عالمي اللي بدا اون 2007 à سيدني en Australie c'était la fondation pour la nature WWF avec donc worldwide foundation for nature نظمت بالتنسيق مع جريده استراليه بالتنسيق مع جريده استراليه donc le concept يعني كيفاش تكون الحالة سي هما تفهموا يعني يطفوا الأنوار لمدة ساعة ابتداء من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30 وهذا لي توعية الناس على قلوب لي فقط ليكونومي دي زينرجي فوالا ضروره الحفاظ على الطاقات وحمايه البيئه ايضا دونك عنده هدف بيئي وهدف ايضا عنده علاقه مباشره بالحفاظ على الطاقات في مختلف المجالات اسمح لي بك نضيف نقطه اليوم رانا واصلين اكثر من 7000 مدينه في العالم راهي تشارك و 163 بلد اللي تشارك في هذه الطبعه وهذا العام ان شاء الله الجزائر ستنظم هذه الطبعه لاول مره في الجزائر وشنو هو لو بيت من هذا المبادره Les buts, il y a plusieurs buts. La première des choses, c'est تعيّت الناس, تعيّت الشباب, تعيّت المسؤولين, تعيّت مسؤولينا على المحافظة على البيئة. هذا كهدف رئيسي. الأهداف الثانوية كاين بزاف. مثلاً نعرفهم على les énergies renouvelables, على la problématique تاع le réchauffement climatique. Donc وهي كذلك لأن فيه نشاطات متعددة نقيسوا منها الأطفال خاصة فتكون هي تاني هاد الفترة هاد النشاط يكون تعليمي للأطفال تاعنا توجور في حماية البيئة كما كنا تحدثنا من قبل في الكواليس مع حنان كانت حنان كعوان اللي كانت قالت لنا بلي طفيو الضوء ولكن تستعملوا دي بوجي دونك احكي لنا علاش قلتي لنا سبب وعلاش جوستمون هاد فوالا بون ايرث اور قلنا بلي هو نطفيو الضوء بوندون اون اور عندك بون سيتي ايفينمون انترناسيونال يطفوا الضوء من 9:30 من 8:30 تاع الليل حتى 9:30 تاع الليل الوغ يطفوا الضوء في كاع لو موند الوغ ايماجيني يطفي لك الضوء هنايا مابعد في الجزائر في المغرب في تونس في لوس غالي فوالا ايماجين يطفي الضوء في فلاتر كومبلي في ساعه قاعد واوي يطفاو ما باليش انا باغ اكزومبل حاجه ما تحقيهاش باغ اكزومبل بيسي
بس يقعد شاعل هكذا نقطعوا ماشي غير الضوء نقطعوا كامل الاتصال مع الكهرباء فوالا فوالا وماشي ماشي كامل الاتصال مي حاجه اللي نون نيسي جو نون نيسي سيتا حاجه ماشي لازم تشعل اللي ما عندهاش اهميه اللي تستغنى عليها فوالا اللي ما عندهاش اهميه الوغ ايماجين كامل لو موند يطفي الضوء في هذيك ساعه الوغ هذه تعاون لاتير باش تريح ولو بيت ديالنا من ايرت اور سي بيان بروتيجي لاتير باش نحافظوا على البيئه ونحافظوا على الارض ديالنا الموعد الكبير راح يكون يوم السبت 28 مارس على 8:30 هنايا في رياض الفتح في المونيمو علاش خيرتوا رياض الفتح علاش رياض الفتح فالون كما قلنا هذا الاختراع بوغ لا بروميير فوا حتكون ارت اور الجزائر جوغ لا بروميير فوا اللي حتكون كاين ارت اور في الجزائر الوغ كو سي لا 8ييم اديسيون دون لو موند فوالا بدات في 2007 فوالا حنايا كي قلنا حنديروها في الجزائر العاصمه بيسك لاسوسياسيون سيدغال السياج ديالها في الجزائر العاصمه الوغ حنبداوها في الجزائر العاصمه كي نقول لك الجزائر العاصمه واش هي الحاجه اللي تريبريزونتي لاجيري ولا تريبريزونتي اجي بالذات جوغ الحاجه الاولى اللي خممنا فيها سي مقام شاهد جوغ ماناش حنا عنده رمز كبير فوالا اون بليس عنده هيبه عند لي زاجيريان عند لي جون اكسيتيرا فوالا سي بور سا خيرنا وعلاش لا بالك ان شاء الله في الطبعات القادمه تكون في مختلف انحاء الوطن ان شاء الله حنا نشجعوا على مثل هذه المبادرات وندعو الشباب والجمعيات الاخرين في كافه الولايات باش يشاركوا ان شاء الله في الطابعات القادمه ان شاء الله طريبيا الحاجه الاخرى باك البروغرام راح يبدا بدايه من يوم غدوه ان شاء الله وغادي يكون الموعد راح يكون نهار السبت مي غدوه ان شاء الله يبداو النشاطات اللي هما غدوه ان شاء الله سا سخا اون فيزيت زياره زو تاع حديقه التجارب الحامه سا سخا اون فيزيت تاع لي زيكولي تما اطفال المدارس واحد 40 طفل من المدرسة من مدارس محمد بلوزداد نذهبوا بهم الى حديقة الحيوانات للتعريف بالحيوانات وهي تعليمية اكثر من هي مبادرة داخلة في التوعية سورتو فوالا ان شاء الله يوم الخميس ابتداء من الساعة الواحدة زوالا يكون اون كونفرنس ديبا افيك دي بروفيسور سور لونفيرونمون على الطبيعة على لي زينرجي رينوفلابل عندنا دي بلوزيغ بروفيسور دو لوستيرشبي باب زوار من جامعه هواري بومدين اون اورا دي لو ديريكتور تاعنا تاع لي زينرجي رينوفلابل هنا في الجزائر راح يشاركوا ان شاء الله يوم الخميس مساء والموعد المهم والاهم هو يوم السبت على الساعه 8:30 يعطيك الصحه كنتوا معنا من جمعيه سيدرا جمعيه سيدرا اللي بدات نشاطها تاعها بالك تعطينا لمحه صغيره على الجمعيه هذه اللي عندها مختلف تنشط مشاغل في البيئه عندها خرجات خيريه ثاني يوسف لا كان ماركت في الجزائر العاصمه شوارع بزاف ونشوفوها كامل لونين هذيك كامل من جمعيه سيدرا جمعيه سيدرا هي جمعيه شبابيه تعمل على تفعيل المواطنة الفعالة وفيها عدة نشاطات منها الفود بانك منها في الانفيرونمون منها بزاف مجالات مسيو زلك محمد لامين مسؤول اعلام الاتصال في جمعية سيدرا حنان كأوان شارجيتكم كنتوا حاضرين معنا التصبيحة يعطيكم الصحة ان ديرني ميساج للجمهور الجزائري ولا للمستمعين اللي يسمعوا فيكم على هذا الايفينمون كونوا معنا في الموعد يوم السبت اترافير لي ريزو سوسيو اترافير فوتر votre activité في l'événement ديالنا يعطيكم الصحه لا سي سي برسك لو ميم ميساج alors même لو كان ما قدرتش تحضر معنا ليفينمون اللي حيكون كيف مقام شاهد على 8:30 تاع الليل بون لي زيكتيفيتي ديالنا حيبداو عاد 7 فوالا ميم اذا ما كنتش قادر تحضر معنا لازم عندنا كامل بيت واحد عندنا كامل فيزيون واحده سي بروتيجي لا بلانات خصني نحافظ على البيئه ديالنا اكسيتيرا جو ميم انت اذا ما جيتش باش تطفي معنا الضوء فوالا طفي في دارك يعطيك الصحه ميرسي بوكو تاكم الصحه كنتم حاضرين معنا هاد الصبيحه انتم ثاني مزيكم معنا مستمعات مستمعين اذاعه جيل اف ام جيل مورنينغ مازال متصل معكم حتى العشرة